أول شيء الشخص هذا حاليا مهتم في مظهره، وهو كيف بيحكوها إنه هو هلأ في عزه، يمكن الله معطيه أو دخل مشروع وهو مهتم في هذا المشروع جدا جدا، احتمال إنه هلأ هو مهتم بشكله ليظهر بشكل أنيق مثلا أمامكم. فهذا الشخص حاليا في وقت استرخاء، في وقت خير. كمان هذا الشخص عنده اهتمام للعمل وللرزق، وكمان هذا الشخص كأنه بحاول أو مش بحاول، هو وصل لمرحلة الأمبرس الملك. يمكن هذا الشخص حاليا بيشتغل على مثلا بيشتغل على مشروع، وهذا المشروع نجح وحاسس حاله انه هو حاليا كعمل او اشي مرتاح نفسيا، وهو مشتغل على شكله لانه هو ارتاح ماديا او متريح، يعني هو شخص مرتاح ماديا. هو حاليا هو بوقت استجمام، بوقت نشاط، بوقت يهتم في جماله. انا بحكي بالقاف عشان طيب شو مشاعره من ناحيتك؟ هذا الشخص، هذا الشخص أنت لا تفارق عقله، بيفكر جدا جدا فيك وندمان جدا جدا. إذا أنتم منفصلين فهذا الشخص ندمان جدا 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 عليكم، وبيفكر فيكو، يعني حتى هو حاطط إيده على راسه حاسس انه مخ رح ينفجر من التفكير. فهو اذا كنا صار بينكو هلا بدنا نشوف شو صار بينكو، لدرجة انه مخليه ما يعرف ينام، ناين اوف سورد، يعني الاثم والندم على الماضي وندم على الشخص، وجدا جدا ندمان عليكم. كأنه انتو يمكن، انا اعتقد انكو انتو ابعدتوا عن هذا الشخص. طيب هو انت مين في عقله الباطني؟ هو شايفك انسان متسامح، وانسان انت البداية والنهاية بالنسبة له، او انت النهاية والبداية. شايفك كمان جميل جدا جدا، انيق جدا جدا، كأنك انسان هادي وبتعرف تسيطر على مشاعرك، وكأنك انت مسيطر على عقله، مسيطر عليه جدا جدا، يعني عنده حالة سيطرة على عقله من ناحيتك او طاقتك. انت مسيطر على هذا الشخص جدا، لانه هو شايفك كمان ال10 نقود، الاستقرار والراحة والعائلة السعيدة. فهو جدا جدا انت مسيطر على عقله بصراحة، شايفك انت جميل جدا، وانت تسيطر على مشاعرك، وانت كمان جميل شكلا وجذاب جدا جدا. فهو شايفك انه انت قادر انك تمسك مشاعرك، وقادر انك تسيطر على عقله، كأنك انت اللي مسيطر على عقله. يعني اكتر ما مثلا انه ما بينام مثلا الليل وانت وهو يفكر فيك، لانه شايفك انت الاستقرار، وهو بفكر فيك كاستقرار. ونواياه من ناحيتك انا شايفها انه استقرار، يعني زواج. اذا انتوا مثلا هذا الشخص عرض عليكم الزواج، ومثلا انتوا رفضتوا هذا الزواج لانكم خايفين من تجربة ما، او خايفين مثلا انه مثلا يكون هذا الشخص مش جاهز لزواج، او انتوا خايفين من ماضي إله، من ماضي إلكو، او انتوا مثلا عندكم شروط تانية غير الطلب اللي هو طلبه. فهذا الشخص حاسس انه راح يلبي هذا النداء. طيب خلينا نشوف هو كيف شايفك انت يا برج القوس. شايفك انك انت داير ظهرك للموضوع، وكأنك انت متجاهله ومطنشه، وكمان هو شايفك كيف اللي حاطط على راسه ريشه وشايف حلو، ومثلا مو مهتم ولا لإشي، إنه مثلا أنت مهتم لجمالك لأناقتك،
والباقي معلش يروح، حتى لو هذا الشخص انا بحبه بس خلاص انا مو مهتم له، وماسك عصايتي وماسك الحياة بايدي ومطنشة كل اشي، رامي كل اشي. وعلى فكرة بشوفك انك انت بتطنش وبترمي كل اشي ورا ظهرك، وكأنك انت بدك تعيش اليوم بيومه حلو. انا بديش احكي لهم حدا، انا ما بحكي لهم لا حب ولا زواج ولا استقرار ولا ما بدي ولا اشي، مع انه انت مهتم بس انت عامل حالك مو مهتم. فهو شايفك انك انت ضربها طناش، انت انسان البيج اوف ويندوز. لحظة اشوف بس فول ستار، وكمان هو ذا فول، يعني هو كمان زي يمكن انت شايف انه هو كمان بطنش فقررت انت تطنش، او تباعد فقررت انت تطنش، يعني ما تعطي اهتمام عشان يشوفك انه انت مثلا مو مهتم لامره. خلينا نشوف هذا الشخص شو نواياه من ناحيتك. هو نواياه الاستقرار ونوايا الزواج، زي ما حكيت لكم هذا الشخص نوايا جدا منيحة، بحبكم جدا جدا، ونوايا الاستقرار. أنا مش شايفة أي نوايا مثلا إنه يتباعد، أو مثلا إنه يقعد مثلا فترة طويلة بعيد عنكم، لأ هو يكاد أن ينفجر من التفكير فيكم، لهيك هو بفكر إنه خلص يستقر معكم. لأن شايفكم كنتوا مش معطين الموضوع أهمية ومطنشين الموضوع. طيب هل في رجوع أو لا؟ وراح نشوف شو المشكلة هو شايفها. زي ما حكيت لكم هو شايفكم تمام، هذا الشخص شايفكم شغلتين، شايفكم مطنشين الموضوع، وبنفس الوقت هو حاسس إنه أنتوا لحظة شوي بس هو بده اياك تاخذ العلاقه على محمل الجد، يعني انه تكون جدي معايا وتعطي قرار في هاي العلاقه، لانه شايفك انه انت مطنش الموضوع ومو مهتم للموضوع نهائيا، وكانك انت بترمي هالجبال ورا ظهرك وعادي، يعني ما عندك اهتمام لاي شيء، رغم انه شايفك طيب، وهو شايفك انه انت مشاعرك مش راضي تتحرك، خلص وقفت المطرح واحد. خلينا نشوف انت ليش صار فيك هيك، يعني بدنا نشوف انه هل هو معاه حق او لا، لانه انت هو شايفك انك خارج طاقة الكينج اوف وند سورد، فهو شايفك انك انت لست عقلاني، وانك انت مثلا بتاخذ الامور بطفول امورك بتاخذها بطفوليه، يعني زي الطفل بتحرد بسرعه مثلا وبتزعل بسرعه، بتطنش الامور وبتروح مثلا كيف الطفل لما ناخذ منه شغله مثلا بيبكي شوي بس بعد بروح بيلتف شيء ثاني، يعني بروح بياخذ لعبه ثانيه ما بيهتم، انه مثلا امه زعلت منه كيف الطفل هيك، بحسك كالطفل. هو بده اياك تكون انسان ناضج، تعطي قرار صح، تاخذ الامور بجديه اكثر صرامه، وبده اياك تكون كأنه انت خلص عقلك هو اللي يشتغل، مش مثلا مشاعرك واحاسيسك وقلبك وتطنش، يعني انه تتحسس وتدير ظهرك او تزعل وتدير ظهرك، لا هو بدايك تكون صارم وتعطي قرار، لانه هو خايف يقرب منك فيحس انه هو بده يرجع، لانه زعلان وحاسس انه هو زي كأنه يسكرت الدنيا في وجهه، مش بس كاس الحب، وكل الدنيا مثلا مسكرة في وجهه، مع انه هو الامر جميل وراقي مثلا، ومثلا عنده خيرات كتير، عنده مثلا مشروع قائم مثلا بيدخل عليه مبالغ منيحة، فهو مش بحاجة مثلا مال او بحاجة اشي، لا هو بحاجة انه انت تكون جدي معي. طيب انت يا برج القوس، طيب خليني احكي لكم الابراج لانها لازم يعني احكي لكم اياها. عندي برج الاسد وبرج الجدي والقوس، انت يا قوس، وبرضه عندي الاسد
هذا بنشوف الأسد والقوس، وعندي العذراء، وعندي كمان الطاقات هي أكثرها هوائية ومائية ونارية وترابية، كل الطاقات موجودة، يعني نارية أسد قوس وحمل، هوائية ميزان جوزاء ودلو، يمكن أنت تتعامل مع شخص برج الدلو عشان هيك بدك تكون زيه، مثلا جدي زي كيف هو جدي، ومثلا واثق من نفسه، وهو مثلا إنسان عملي، ومثلا بيعرف ياخذ القرارات الصح، وهو واعي جدا، يمكن هيك بدك. وأبراج ترابية جدي وعذراء وثور، وأبراج مائية حوت سرطان عقرب. ماشي، طيب أنت يا برج القوس، أنت عندك بداية جديدة، وكأنك أنت فتحت صفحة جديدة، أو أنت بتحاول تعمل بداية جديدة، مشروع جديد، أو تحس حالك، أو أنت حاسس حالك هلأ مولود من جديد، لأن أنت في طاقة الرفض. لو هذا الشخص رجع أنت رافض هذا الموضوع، أو أنت شايف أنه تشافى تماما ومثلا ابتعد عنك ورفض مثلا عروضات منك، أو العكس هو عرض عليك وأنت رفضت لأنه أنت حابب تتشافى وترجع من أول جديد لحياتك. مشاعرك أنت من ناحيته، أنت شايف هذا الشخص إنه بحاول يتوازن، أو زي ما هون أنت شايفه نفس الإشي، هو الشخص هذا تشافى مثلا من القصة كلياتها، وأنت شايفه إنه هو بحاول مثلا إنه مثلا عندكو علاقة ثلاثية، بحاول إنه يرضي الطرفين، مثلا أنت وشخص آخر. او هذا الشخص انت حاسه بحاول يستقر ويتشافى، وانت شايفه انه هو بحبك بس انت مطنش. طيب او شايف انت تشافى ممكن وانسحب من الموضوع، انت بتحبه جدا جدا ومتعلق فيه جدا جدا وبتفكر فيه جدا جدا جدا، وكأن طاقة التعلق فيه عندك عمالها بتزيد. يمكن انت برضو شايف انه انسان مثلا نرجسي وشايف حاله مثلا، او متكبر، او مثلا هو مستقر وانت منجذب له، او يمكن انت شايفه انه مثلا متسلط في عقلك الباطني، انت هيك شايفه، ويمكن انت بتفكر فيه كتير، يعني بتحبه جدا جدا على فكرة انت الشخص هذا، لانه امية الامية تبعتك، ويمكن انت شايفه هو بيعاند، لكن هو الامية اللي انت بتتمنى هي تتحقق. طيب يعني انت بتحبه وهو بحبك، يعني حب من طرفين مش من طرف، بس انا مش شايف في علاقة ثلاثية او هذا الشخص في حياته حدا شخص غيرك. طيب خلينا نشوف انت شو مشاعرك من ناحيته. انت حاسس ان هذا الشخص تباعد عنك واختفى، كأنك انت مثلا ما بتعرف عنه اخبار، او انت شايفه انه هو تباعد عنك، انت شايفه انه مثلا اعطاك وعود كاذبة باستقرار وزواج وكل اشي واختفى، انت بنظرك انه هو كاذب، لكن هو ما كذب عليك،
هو عنده نوع من الندم مثلا اذا حطك في موقف ان هو تباعد بدون ما يحكي لك، اختفى بدون ما يحكي لك، فهو ندمان جدا 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 كمان. طيب إيه، انت شايفه شخص بطيء، وانت شايفه انه شخص يمكن انت بتتعامل مع برج العذراء، يجوز انت شايفه انه شخص غير ثابت، وانه شخص مثلا غير ناضج، مع انه هو ناضج، او هو يمكن اصغر منك سنا، لهيك انت هاي شايف هالمشكلة انه هو انسان غير ناضج وغير يعني ما بياخد قرارات صح، إنسان مثلا متسرع في أخذ القرارات، مثلا خاصة بقتلك بروح بقتلك، مش ما بيحكي بإدراك ونضوج. أنت شايف في المشكلة هاي، ويمكن أنت شايفه إنه إنسان مش مستقر، احتمال. نشوف هون انت حاسس ان هو اغلق عليك البواب كلياتها وقطع معاك نهائيا، ومثلا حط لك بلوكات مثلا قطع معاك نهائيا، وانت لانه عمل فيك هيك طنشته مثلا، يعني دير ظهرك لموضوع ومثلا طنشته، بدك بداية جديدة، لانه هو عمل فيك انه اختفى فجأة ما حكي لك، او سافر لبلد تانية، او انت شايفه انه مثلا مستحيل يصير بينك زواج لانه هو بعيد عنك او مختلف عنك في المكان، يعني في البلاد يمكن اختلاف، بس انا مش شايف اختلافات مثلا جوهرية او عادات او تقاليد، لا انتوا بعتقد نفس العادات ونفس العائلة ونفس الاشي. بس انت هون نصيحتك انك انت تاخد قرار بعقل ناضج، يعني نضوج، يكون عندك نضوج لقراراتك، يعني انت مطنش ومثلا مش مهتم ومرح وطفولي، ومش يعني اذا انت حابب تصلح العلاقة فانت بدك تتحول الكينج لكوين اوف سورد، تقطع كل يعني تاخذ كل القرارات، خلص تكون انسان ناضج وبعقل ناضج، تقطع كل القرارات، تاخذ قرارات صح، لانه مثلا الحب مثلا او مشاعر الشخص هذا مش مثلا مش لعبه، انه مثلا انه انا وقت بدي اياك مثلا انا بحكي معك او بديش انا خلص بطنش وبروح، او هذا الانسان زعل مني مش مهتم يعني يلا خلص الله يسهل عليه، لا انه لازم تكون شوي عقلاني، وإنه تكون أنت إنسان تعرف إيش بدك وتكون ثابت كمان. برضو أنا بحس إنه فيش نضوج بهاي العلاقة من ناحيتك أنت يا برج القوس، واحتمال تكون هو من ناحيته هو فيش عنده نضوج، بس أنا أعتقد أنت يا برج القوس ما عندك نضوج مثلا للمشاعر أو لأخذ قرارات صحيحة. خليني أخذ لكم نصيحة.